يعني عدت بسهولة الحقيقة. دقيقة الأخيرة علي كريمي ويتسلل مرة أخرى للمنتخب الإيراني. مهدي فيكيا والتفاهم بين الاثنين كبير وكبير جدا. وفيكيا هي كرة علي دائي ينهي الأمور. علي دائي بأربعة أهداف لهدفين، وبالتالي تتقدم إيران إلى الحصول على المركز الثالث مشاهدين الكرام. وثلاثة أهداف لعلي دائي في هذه المباراة، ولا هدفين سجل في هذه المباراة، لكن ثلاثة له مجموع الأهداف التي سجلها. مبروك لإيران.